أهلا بكم مشاهدي الكرام. بعد عامين من توقف عمل الأحزاب السياسية اليمنية، أو بالأصح توقف دورها الفاعل منذ انقلاب الحوثيين، ها هو ائتلاف سياسي جديد يعلن عن وثيقته من العاصمة المصرية القاهرة. أبرز أجندات هذا الائتلاف حسب معلنيه هو استعادة الدولة وتصحيح مسار الحكومة الشرعية، لكن هل جاء تشكيل هذا الائتلاف كرغبة حقيقية من الأحزاب السياسية للعودة إلى الحياة المدنية؟ أم أن هناك ما يخفى أو ما يخفى من استخدامها لضرب الحكومة الشرعية وإشغالها بمشاكل أخرى، خاصة مع اتساع فجوة الخلافات بين الرئيس هادي والإمارات، الإمارات ذاتها التي تحدث سفيرها في أمريكا مع السفير الأمريكي السابق في إسرائيل في مراسلات كشفت عنها صحيفة ميدلاس آي البريطانية عن وجود رغبة سعودية بإنهاء الحرب في اليمن بعد عامين لم يحقق فيها التحالف أهدافه الذي طلب فيها أو طلبت الحكومة مساعدته فيها، وأعلن عن هذه الأهداف المتمثلة في السعادة الشرعية والحفاظ على وحدة التراب اليمني. فما هي الرغبة الحقيقية لكلا القوتين الإقليميتين في اليمن؟ وهل هناك تضارب بالأجندات بينهما؟ وهل يتم اتخاذ الأحزاب اليمنية كأدوات لصراع خفي؟ مشاهدينا دعونا نشاهد هذا التقرير وبعدها نعود لنتناول هذه الحلقة. أحزاب سياسية يمنية تعلن من القاهرة عن إنشاء وثيقة سياسية لتشكيل ائتلاف جديد يضم في عضويته حزبي الاشتراك والناصري وحزب العدالة والبناء واتحاد القوى الشعبية وحزب التجمع الوحدوي، لكن الأخير وعبر أمينه العام عبد الله العوبلي استنكر الزج باسم حزبه دون إخطارهم. أهدافه وبرامجه واضحة كما أعلن المؤسسون، وهو إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة وتصحيح مسار الشرعية، لكن الملاحظ أن هذا الائتلاف استثنى الأحزاب الإسلامية كحزب التجمع اليمني للإصلاح وحزب الرشاد السلفي. إذن هل هي رغبة حقيقية للأحزاب اليمنية بالعودة مجددا على الساحة السياسية وممارسة عملها المدني المتوقف منذ انقلاب الحوثيين؟ أم أن هذه الخطوة ليست إلا مجرد تكتيك سياسي يخدم لحظة زمنية معينة لا تختلف كثيرا عن فكرة إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا؟ فالخطوة تأتي بالتزامن مع اتساع فجوة الخلاف بين حكومة الرئيس هادي والإمارات، خاصة مع ورود معلومات جديدة عن وجود ضغوط إماراتية على الرئيس هادي بإقالة محافظ عدن الجديد، ورفض من الرئيس هادي واتهامه لهم بمحاولة التهام اليمن، كما أن بيان البنك المركزي في عدن كان أشد وضوحا وصراحة، فقد اتهم التحالف العربي بمنع هبوط طائرة تقل أموالا لدفع رواتب الموظفين 13 مرة، أي منذ تاريخ إقالة المحافظ السابق. لكن أين هي السعودية وهي قائدة التحالف من كل ما يجري؟ الرسائل الجديدة المسربة التي أعلن عنها موقع ميدل إيست أي البريطاني، التي تكشف عن مراسلات بين سفير الإمارات في أمريكا والسفير الأمريكي السابق في إسرائيل، تظهر وجود رغبة سعودية في الخروج من حرب اليمن بعد عامين من حرب مدمرة راح ضحيتها آلاف الأبرياء دون تحقيق أهداف التحالف في إنهاء انقلاب الحوثيين والمخلوع صالح. لكن هل أخطأت السعودية العنوان بتسليم اليمن إلى الإمارات بدلا من تسليمه للحكومة الشرعية؟ أم أن موسم المفاجآت لم ينتهي ولدى الحكومة اليمنية الكثير في جعبتها؟ مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، دعوني ارحب بضيفي هنا في الاستوديو السيد محمد الفقيه المدير التنفيذي للمؤسسه العربيه للدراسات الاستراتيجيه. مرحبا فيك بدايه سيد محمد. بالتاكيد ربما سمعت الاخبار المتعلقه بتشكيل او الوثيقه التي اعلن عنها عن تشكيل ائتلاف سياسي جديد لاحزاب يمنيه تم الاعلان عنها من القاهره، هل هناك قراءه اوليه لهذا الائتلاف؟ مساء الخير عليكم جميعا على جميع السادة المشاهدين الكرام، نشكركم على هذه الاستضافة واهتمامكم بالشأن اليمني. في الحقيقة للحديث حول الائتلاف السياسي الجديد يجب أن نترك القارئ أو المشاهد حول طبيعة هذا الائتلاف.
في البداية أقول أنه هناك 4 نقاط رئيسية يجب أن نوضحها للجميع ويجب أن يعرفها الجميع. أولا، أن هذه التكتلات السياسية التي حصلت هي عبارة عن أحزاب ليس لها قاعدة شعبية موجودة في الساحة بشكل كبير جدا، وهي أحزاب بسيطة جدا. 2، هناك انسداد أفق، وكما يشاهد لكن تتحدث عن الحزب الناصري والاشتراكي له نعم قوة أنا في أتحدث الميدان. عن الحزب الناصري والاشتراكي، أصبح ضعيفا في الميدان ليس كبقية الأحزاب. الحزبين الرئيسيين الموجودين في اليمن وهم لديهم قوة جماهيرية وقاعدة جماهيرية في اليمن هو المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني الإصلاح. المؤتمر الشعبي العام الآن منقسم تماما إلى 3 أقسام، والتجمع اليمني الإصلاح هو الحزب الوحيد المتماسك الذي لديه قاعدة شعبية على الأرض. طبعا نحن نتحدث هنا بسياق قراءة سريعة للأحداث. الأمر الثاني، وهو هناك انسداد أفق ما بين الإمارات العربية المتحدة والحكومة الشرعية متمثلة برئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي. هناك انسداد أفق كبير جدا، هناك خطابات إعلامية صعدت ربما إلى سطح من قبل الشرعية، هناك أيضا استدعاءات ل بعض المسؤولين الذين كانوا يتواجدون في عدن إلى المملكة العربية السعودية بضغط إماراتي أيضا، وسنذكر في سياق آخر. أيضا هناك استجابة لضغط الناس والحياة المادية والحياة المعيشية في اليمن. لا ننكر بالمرة أن الحكومة الشرعية أصبحت مترهلة بشكل كبير جدا، والقدرة على إدارة المناطق المحررة أصبحت مترهلة إلى أبعد حد، ولعل كل المراقبين يدركون هذا جيدا، أن الحكومة تعاني من ترهل كبير جدا جدا في سواء في العملية السياسية أو في العملية العسكرية. أيضا لا ندرك تماما أن المملكة العربية السعودية منشغلة كليا بترتيب البيت الداخلي بعد صعود ولي العهد السعودي، وأيضا هناك أخبار تقول أن المملكة العربية السعودية يعني تنوي أن تحسم المعركة في اليمن أو أن تنهي المعركة في اليمن بجوها الحاصل. طب هذا سنتحدث عنه في المحور الثاني، لكن نعم. من الأول، هل هناك صلة بين الإعلان عن هذه الأحزاب وبين ما ذكرت عنه قبل قليل أن نعم. هناك خلافات فعلا نحن ظهرت الصف بين انا الحكومة اتمنى والإمارات؟ طبعا انا اتمنى الا يكون هناك واجهات مزيفه، لا انا اتمنى ايضا الا يكون هناك ايضا تشكيل جبهه تعود كجبهه الانقاذ التي حصلت في مصر. انا اتمنى انه الاحزاب طبعا المتكتله والتي تكتلت اليوم واعلنت كيان موحد، طبعا يعني هذه الاحزاب لها ثقل سياسي كبعد سياسي كنظريه سياسيه، لكن ليس لها ثقل يعني جماهيري. انا اتحدث مثلا عن حزب البناء، قياده البناء يعني من الشخصيات البارزه والمشهوده لها انه هي قياده وسطيه، وهي قياده ايضا لها يعني عمليه راديكاليه سياسيه موجوده لديها. ايضا نتحدث عن الحزب الاشتراكي اليمني، نتحدث ايضا عن الحزب الناصري. نحن نتمنى ان تكون هذه الاحزاب عباره عن واجهه مزيفه من اجل مثلا الاطاحه بالرئيس عبد الرب منصور هادي. ايضا نحن انا اعتقد والكثير من امثالي يتمنوا يعني نرحب باي تشكيل كيان سياسي قادم مهما كان هذا التكتل السياسي، ولكن في اطار الدوله وفي اطار الشرعيه وتحت مظله الشرعيه، ويكون مساند للحكومه الشرعيه او ان ينقل المربع السياسي للحكومه الشرعيه الى لكنك الامام. ذكرت قبل قليل بان الشرعيه ايضا تعاني من ترهل. نعم. وهذه الاهداف وهذه الاحزاب قالت ان من بين اجنداتها هو تصحيح مسار الشرعية. من أهدافها تصحيح مسار الشرع حقيقة، هو ليس تصحيح مسار الشرعية وإنما الدف بالعملية السياسية التي تقودها الشرعية، لأنه صراحة الشرعية تعاني من ترهل في الجانب السياسي، في الجانب الاقتصادي، في الجانب العسكري، في الجانب الإغاثي، في كل شيء. ولعل هناك تبعيات طبعا، إذا أخذنا كل ملف على حدة ندرك أن هناك يعني ضغط على الشرعية، هناك من يحاول إفشال الشرعية أو يقوض الشرعية سواء من داخل الشرعية أو من قوات التحالف. ولعل بيان البنك المركزي اليمني كان واضحا في الصورة، ومحافظة عدن أيضا كان واضحا عندما تحدث عن قوات في التحالف تحاول إعاقة الشرعية وهي الإمارات العربية المتحدة. أنا أقول إنه نحن ندعم أي كيان سياسي، أي كيان سياسي كان يريد أن ينقلنا إلى مربع السلام، يريد أن ينقل إلى مربع حسم المعركة، ينقلنا إلى المسار السياسي، أن يعود باليمن إلى ما كانت، أن تبرز عملية استقلالية الدولة. لكن نحن ضد أن يتم تشكيل ميليشيات مسلحة في أي تحت أي مكون كان غير، ولهذا تحت ربما إطار السبب شرعي. يقول البعض بأن الأحزاب عادت مجددا 2 عامين على توقف عمل هذه الأحزاب، العمل السياسي، العمل المدني، وحان الوقت لأن تعود، حان الوقت لأن يستمع الناس إلى ممثليهم في الأحزاب السياسية، لا أن يستمعوا للميليشيات الموجودة في الشارع. فهل هذه الخطوة فعلا
تدفع لأن تعود الأحزاب السياسية إلى العمل المدني وأن تبدأ للتحرك لمحاربة الفساد، ربما للدعوة إلى إنهاء الانقلاب ولممارسة دورها الفاعل؟ طبعا يعني أنا طبعا مع فكرة تشكيل هذه الأحزاب لأي مكون سياسي كان، وكنت أتمنى أن يشمل كل الأحزاب السياسية الموجودة في اليمن، لكن هناك أيضا خطوط حمراء على بعض الأحزاب أنها لا تدخل إلى هذا المكون السياسي. وأنا أقول أنه ربما أنه في ميلاد تدشين ميلاد هذا المكون السياسي معناته إعلان وفاة مكون سياسي قديم وهو اللقاء المشترك. هذه في اعتقادي الشخصي. هل توفى فعلا اللقاء المشترك؟ الأوراق تقول والمبادرات والمؤشرات تقول ذلك، لكن أنا أقول أنه تشكيل حزب المكون السياسي اليوم اللي أعلن عليه في القاهرة بإعاز ومباركة من الإمارات العربية المتحدة، بالمقابل هناك اجتماع لمجلس النواب في المملكة العربية السعودية وبمباركة من قبل المملكة العربية السعودية. هناك أنا أشعر أنه هنا خلافات، تريد أن تقول ذلك؟ لا أقول خلافات، وإنه هناك أجندة مختلفة عكس الأجندة التي كانت في بداية عاصفة الحزب، أنه استعادة الشرعية واستعادة الدولة اليمنية وإلى آخره. لكن نشعر أنه إطالة أمر المعركة في اليمن، ويعني نحن اليوم ندخل على العام الثالث للأسف الشديد، ولم تستطع القوات التحالف أن تعيد الشرعية إلى المربع الحقيقي الأهداف التي وضعت من أجله. ولذلك نقول حتى المناطق التي حررت هناك عملية إرباك جديدة للشرعية، وما أخر أو ربما جعل الشرعية تعيش مرحلة من الجمود بسبب أنه هناك إشكاليات معينة. لولا تشكيل المجلس السياسي أو ما يسمى المجلس الانتقالي في الجنوب، ولولا تشكيل ميليشيات مسلحة والدخول إلى مدن وبناء قواعد عسكرية من قبل الإمارات العربية المتحدة أو العمليات الإرباكية لقيادة الشرعية، أنا أعتقد أنه كنا سنحسن المملكة منذ فترة طويلة. ولكن يعني تعتقد أن هذه الحركة هي عملية إرباك متجددة؟ هناك عملية إرباك، هناك قوات يعني تدفع وراء تشكيل هذا الائتلاف ربما لإرباك الحكومة وإشغالها. مجلة انتليجنس أونلاين تقول أنه الفرنسية تقول أنه الإمارات العربية المتحدة تسعى للإطاحة بالرئيس هادي. هذه نشرتها كثير من المواقع العالمية، تقول أنه الإمارات العربية المتحدة أو محمد بن زايد يسعى للإطاحة بالرئيس هادي. طبعا الكل تابع. ما علاقة هذه الأحزاب بالإمارات؟ يعني هل هناك أي علاقة؟ أنا أقول لك شيئا، أنا لا أريد أن أدخل بشكل سريع وأقول أنه هذه الأحزاب التي شكلت هي خطر ربما يهدد الشرعية. أولا هي يعني أحزاب بسيطة ليست ذاك الثقل، فقط الحزب الاشتراكي اليمني نوعا ما لديه قاعدة شعبية في الجنوب، وأنا أقول هي انحسرت في الآونة الأخيرة. لكن أنا أقول أنه السيناريو الذي يحدث في الوطن العربي بشكل الذي تقوده الإمارات العربية المتحدة مثل جبهة الإنقاذ في مصر، من يتوقع أنه جبهة الإنقاذ في مصر كانت جبهة بسيطة وليس لديها أي قاعدة شعبية، فقط عبارة عن واجهات مزيفة من أجل أن يصعد ما بعد الواجهات المزيفة أن يأتي من يستفرد بالحكم. نحن بكل صراحة ومنطق نقول أنه الشرعية اليوم في عدن ضعيفة جدا، أو في المحافظة الجنوبية المحررة ضعيفة جدا، يعني أقل درجة من الضعف. وهذه أنا أتمنى أنه قيادة هؤلاء الأحزاب السياسيين اللي شكلوا هذا أنا أسميها النادي السياسي اللي شكل اليوم في القاهرة، أنا أتمنى أن لا يكون واجهة مزيفة من أجل حركة قادمة ربما تكون سواء بطاحب الرئيس هادي أو عمل يعني سيناريو ربما يودينا الى انزلاق الى هناك حرب. اشاره مهمه ذكرتها سيد محمد، هناك اشاره دعني اكمل هناك اشاره ايضا مهمه جدا، اعلان هذا التكتل السياسي الموجود واعلان التكتل السياسي الذي يتبع المجلس الانتقالي في الجنوب العسكري عفوا بالسماح لعوده الرئيس هادي والحكومه الشرعيه. نحن نسمع انه الرئيس هادي سيعود مع الحكومه الشرعيه الى محافظه عدن، ولعل المشاهد يعرف انه الرئيس هادي طبعا منعت طائرته من العوده من الهبوط في محافظه عدن واضطر انه يذهب الى سقطره، ثم احتلت الامارات سقطره مدينه سقطره، ثم الخطوه التي تليها انه تم استدعاء محافظه عدن وتم استدعاء رئيس الوزراء، والان سيتم السماح لهم بالعوده الى عدن، الرئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء، ثم اعلن هذا التكتل السياسي. انا اعتقد انه يجب ان تكون الشرعيه حذره بشكل كبير جدا. طيب ويجب ان تتحرك على المستوى في نقطه مهمه الدولي. واشاره مهمه ذكرتها بان هذا الائتلاف الذي اعلن من القاهره ربما مدعوم اماراتيا، وان هناك خطوه في المقابل في جده او في المملكه العربيه السعوديه وهو اجتماع محمد بن سلمان مع اعضاء مجلس البرلمان اليمني، وهناك معلومات تتحدث عن توقيع اليوم يعني مجموعة من الأحزاب اليمنية منها الاشتراكي والناصري والإصلاح
في السعودية على تحالف. نود فقط أن يدخل معنا أيضا ضيفنا عبر الهاتف السيد عدنان العديمي، وهو نائب الدائرة الإعلامية في حزب الإصلاح، وهناك لديه معلومات عن هذا الخصوص وسوف يطلعنا. يعني هل تعتقد فعلا أن الأمر وصل إلى هذه الدرجة؟ خطوة تقوم بها الإمارات بالمقابل تقوم السعودية بخطوة مقابلة لاختلاف الأجندات فيما بينهما، كيف ترى؟ لا سؤال لك يا سيد محمد. أنا أفتكر يعني نعم هو سيدخل معنا بعد قليل ليزودنا بهذه المعلومات، لكن النقطة التي ذكرتها بأن هناك خطوة تقوم بها السعودية وخطوة تقوم بها الإمارات، هل هناك فعلا تضارب في هذه الخطوات أو الأجندات التي تحصل بين السعودية والإمارات؟ دعني أقول أنه القاعدة الشعبية العريضة في اليمن اليوم ربما تكون مستاءة من تحركات الإمارات المستفردة. نعم. يعني الإمارات تستفرد بقرارات، سواء فرض قرارات على الرئيس هادي أو ربما منع الرئيس هادي من النزول في مطار عدن، أو ربما تعرض رئيس الفرقة الثالثة اللي مهران قباطي للإهانة من قبل الجنود الإماراتيين، أو العملية التي تقوم بها الإمارات في كل المحافظات وإنشاء كيانات خارج إطار الدولة، النخبة الحضرمية، النخبة الشوانية، ثم المجلس الانتقالي الجنوبي. يعني الإمارات تقوم يعني أنا أقول لك شيئا، هناك ما يقارب 1500 معتقل فقط من محافظة أبين داخل السجون الإماراتية اللي هم في عدن، وهناك أكثر من 13 مكون عسكري أو فرق الموت موجودة في عدن بدعم إماراتي. الإمارات ومؤخرا في شبوة هناك معلومات تقول بأنه بعد تشكيل النخبة الشبوانية هناك كثير ممن تم اعتقالهم من قبائل العوالق وما إلى ذلك في شبوة. أنا أقول لك هناك أكثر من 1500 معتقل من محافظة أبين فقط، وهذه معلومات مؤكدة داخل السجون الإماراتية، وهذه شخصيات تتبع الرئيس هادي. أنا أقول إنه هناك أكثر من 13 مكون أو 13 تشكيلة أو ما تسمى فرق الموت داخل عدن، كل طيب. تشكيلة تدعم من الإمارات مباشرة. هناك نقطة مهمة. نعم. هناك عملية إرباك للمملكة العربية السعودية، أولا من حيث أزمة قطر، محاولة جر المملكة العربية السعودية إلى ملفات غير ملفات اليمن، أو إيهام المملكة العربية السعودية أو جرها إلى ملفات غير ملفات اليمن. نعم. حتى تصرف النظر، والإمارات العربية المتحدة تلعب بطريقة للأسف الشديد في أعين المجتمع الدولي، كل المجتمع الدولي كله يراقب هذه التحركات، التحركات لا تموت لأي طيب في صلة في هذه النقطة. سيد محمد دعنا نستضيف معنا أيضا عبر الهاتف السيد عدنان العديني نائب الدائرة الإعلامية في حزب التجمع اليمني للإصلاح. بداية أهلا وسهلا فيك سيد عدنان، يعني بالنظر إلى هذه الخطوات التي يقول البعض بأنه يجب أن تعود الأحزاب اليمنية لممارسة دورها في الحياة السياسية، هناك تكتل في القاهرة، وهناك من يقول لماذا توقفت الأحزاب عامين حتى الآن دون أن تتحرك؟ السيد عدنان العديني الآن ما هو رأيكم أنتم كأحزاب أو كحزب الإصلاح تجاه يعني جمود العمل السياسي للأحزاب اليمنية؟ أولا شكرا لك وتحية لضيوفك. بالنسبة للأحزاب اليمنية هي أنجزة تحالف سياسي وطني شملها كلها، تجمع اليمني للإصلاح، المؤتمر الشعبي العام، تنظيم الوحدة الشعبي الناصري، الحزب الاشتراكي اليمني، العدالة والبناء، حركة النهضة، حزب الرشاد، الحراك. هذا التحالف ساغ وثيقة سياسية، واليوم وقعنا في لجنة الصياغة، لجنة الصياغة التي كلفت من المجلس الأعلى لهذا التحالف، ووقع هذا البرنامج التنفيذي وسيحال إلى المجلس الأعلى، وهناك سيقار. يعني هذا التحالف ينجز الآن في الرياض وسينعكس أداؤه في على الداخل إن شاء الله. طيب سيد عدنان، يعني تتحدث الآن عن تشكيل تحالف وطني مكون من أحزاب سياسية ذكرتها جميعا، يعني بدأت من المؤتمر إلى حزب الإصلاح إلى حزب الاشتراكي إلى حزب الناصري، لكن بعض هذه الأحزاب هي ذاتها من أعلنت عن تشكيل ائتلاف سياسي آخر من القاهرة، فكيف نستطيع أن نفهم ذلك؟ هل هناك تضارب؟ لم يحصل أن أعلن تحالف من القاهرة، كان هناك مجموعة من الإخوة أعدوا برنامج سياسي، لجنة صياغة تقول، لكنهم كانت مبادرة هي يعني لا تتناقض مع المسار الذي نحن فيه، وأعتقد أنها ستخفت بعد توقيع على التحالف الوطني الكبير، وهم أعضاء فيه وجزء منه، وخاصة أننا يعني جميعا متفقون على أن
البلد في هذه اللحظة تعيش يعني معركة استعادة الدولة وبنائها، وهذا الأمر يحتاج إلى توحيد الطاقات أكثر منه إلى التعدد. نحن لسنا في لحظة الذهاب إلى الانتخابات، هذه اللحظة تقتضي أن توجد فيها دولة، وبعد الدولة يمكن أن نذهب إلى الانتخابات، وهنا يكون التعدد أهم ملامح المرحلة. طيب القائمة هي توحيد الطاقات، وفعلا نعم التحالف سأعود سأعود إليك سيد عدنان، فقط أريد أن أسمع نعم أريد أن أسمع إلى رأي ضيفنا محمد الفقيه فيما قاله السيد عدنان حول تشكيل هذا التحالف. كيف تنظر إلى هذا الزخم السياسي الذي تم تشكيله من كل هذه الأحزاب كاملة؟ يعني طبعا أنا أقول إنه هذه خطوة إيجابية، إنه الحياة السياسية ممثلة بالشرعية اليمنية عبد الرب منصور هادي ورئيس الحكومة تعاني من جمود كبير جدا، ولذلك أي مكون أو أي تحالف يمكن أن يحرك المياه الراكدة الجميع يرحب به ترحيبا شاملا، ولكن تحت إطار الدولة أو تحت إطار الشرعية وخارج أو منبثق من مؤتمر الحوار الوطني، لا يخرج إلى تشكيلات مجلس عسكري مثلا أو تشكيلات مسلحة أو إلى آخره كما تفعل الإمارات، وهي عملية استباقية. أنا أعتقد أنه هناك عملية استباقية، لأنه أنا طبعا تابعت كثير من المواقع الأخبارية الأجنبية تتحدث أنه هناك محاولة للإطاحة بالرئيس هادي، والرئيس هادي يمثل قلب الشرعية، وإن كان هناك سلبيات كبيرة ربما السلبية تفوق الإيجابيات التي تقودها الشرعية، لأنه هناك جمود سياسي قاتل موجود سواء في الشرعية أو سواء في الأحزاب السياسية بما فيها التجمع للإصلاح. هناك جمود كبير جدا في العملية السياسية وركود في العملية السياسية. على سبيل المثال وزير الخارجية اليمني، وزير الخارجية اليمني لم يزر روسيا قط، ولم يزر الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يزر بريطانيا. يعني هناك جمود موجود كبير جدا وملاحظ من قبل الشرعية، ولذلك نحن نتفائل بأي مكون سياسي ممكن أن يدفع بالعملية السياسية في ظل إطار الشرعية وليس خارج إطار الشرعية. هذا سؤال سيد محمد، وهنا أعود مباشرة مرة أخرى إلى السيد عدنان. هذه الأحزاب وهذه المبادرة التي يستبشر بها سيد محمد الفقيه هنا، ما هو مجروح يعني ما هو مشروعها سيد عدنان؟ أقصد فقط استعادة الدولة، يبدو أن الموضوع يعني عام وشامل، أم أن هناك برنامج سياسي ستقوم عليه هذا التحالف أو هذا الائتلاف الذي تحدث عنه قبل قليل؟ لكن أريد أن أسمع منك الإجابة بعد فاصل قصير، ومن ثم نعود مشاهدينا الكرام فاصل قصير وبعدها نعود لاستكمال هذه الحلقة، ابقوا معنا. بدايه المذبحه احنا كنا عارفين ان هي ان في فض من بالليل، من الساعه 1 بالليل بعض المجندين اتصلوا على اهاليهم قالوا لهم احنا رايحين الان فض رابعه، اتصلوا علينا في الميدان، فاحنا عارفين ان في فض، وكان في قبلها تحركات ثلاث اربع ايام عارفين ان في فض، لكن ما كناش متوقعين ان هو يبقى بهذا الحجم من الاجرام والقتل، هذه حقيقه. وبعد صلاه الفجر كنا تقريبا حوالي الساعه 6 السادسه انا دخلت انام، كان عندي شيفت حراسه وخلصته، وبعد كده دخلت انام، قمت الساعه 6 وثلث كان الميدان ولع ولا الفض كان بدا بعنف شديد جدا، ضرب طيران، ضرب اسلحه، ضرب عساكر، جنود، قنابل صوتيه، قنابل غاز، بعنف. اول نص ساعه كانت عنيفه جدا. الاعداد التقريبيه اللي كانت موجوده في الميدان يوم الفض من 250 ل 300 الف تقريبا. الميدان كان كبير، وانا ما بحكي عن مشاهده الميدان بحكي عن الزاويه اللي انا كنت فيها، لكن تقريبا كنا حوالي 250 ل 300 الف في اليوم.
مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام الى هذه الحلقه التي نتناول فيها عن طبيعه الاخبار التي تتحدث عن وجود ربما خلافات بين السعوديه والامارات حول الملف اليمني ومن بينها ايضا الاحزاب السياسيه اليمنيه. اود ان انبه ايضا بانه يمكنكم المشاركه ايضا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقه عن طريق الدخول على صفحتنا على الفيسبوك قناة الحوار والمشاركة ووضع تعليقاتكم على الحلقة وسنضعها على ضيوفنا هنا في هذه الحلقة. أعود مباشرة إلى ضيفنا عبر الهاتف السيد عدنان العديني. كنت قد سألتك حول طبيعة هذا التحالف الذي تحدثت عنه، يبدو أن العنوان كبير جدا وفضفاض بأنه استعادة الشرعية واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، لكن هل هناك برنامج معين ستعمل هذا التحالف أو سيعمل هذا التحالف من خلاله على تحقيقه على أرض الواقع؟ كان قد سبق في أثناء الحديث أن ذكرت أننا اليوم أنهينا البرنامج التنفيذي للتحالف الوطني، وهو منبثق أصلا من الوثيقة السياسية الموقعة من قبل أعضاء التحالف والمكونات السياسية والأحزاب التي تنضوي تحت هذا التحالف. بالنسبة لهذا البرنامج هو يعني يشمل كل المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، هو أشبه بالبرنامج الانتخابي لكنه هنا برنامج وطني، يعني بمعنى أنه البرنامج الذي سيركز عليه التحالف سواء بشراكة مع الحكومة أو يعني بذهاب منفردا نحو الشعب، لكن هو في الحقيقة يعني تحالف وطني مساند للشرعية، وأبرز مهمة في هذه اللحظة هي مهمة إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والذهاب نحو المهمة الأخرى التي إعادة بناء الدولة. عندما نتحدث عن إعادة بناء الدولة، العنوان ليس فضفاضا، هنا نتحدث عن إعادة بناء المؤسسات السيادية للبلد ومنها القوات المسلحة والأمن والقضاء. طبيعه ضروره البناء هنا تفرضها التكوين غير الوطني الذي كانت عليه سابقا والتي ادت البلد الى الوضع الذي نحن عليه. اعاده البناء ستكون مهمه صعبه وتحتاج الى كثير من التفاصيل والخبراء، والبرنامج فصل في هذا الامر. المهمه التي قبلها هي مهمه مواجهه الانقلاب، عندما نتحدث عن مواجهه الانقلاب هو المهمة مقرونة باستعادة أجهزة الدولة وانتزاعها من عيد الانقلابيين وإعادة تشكيلها. طيب الشق الآخر سيد عدنان، الشق الآخر، هل نستطيع أن نقول بأن هذه الأحزاب ستعاود العمل من عدن وستتعاون مع الحكومة اليمنية في إعادة مؤسسات الدولة وإعادة الحياة المدنية مجددا إلى المحافظات المحررة؟ في الشق السياسي، قبل أن أجيب عن هذا السؤال أود أن أنبه بأن هذا التحالف يعني لا ياتي في سياق الصراع مع اي طرف اقليمي، هو تفرضه الضروره الوطنيه ضروره مواجهه الانقلاب واستعاده الدوله اليمنيه. نحن لسنا جزء يعني في هذا التحالف من اي استقطاب، ندعم الشرعيه والتحالف التحالف العربي الذي تقوده المملكه العربيه السعوديه. ما في ما يخص سؤالك، في البرنامج السياسي النقطة الأبرز فيها هو تهيئة إعادة هيئة عدن لاستقبال مؤسسات الدولة ومقرات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني واستعادة الحياة السياسية. طيب إذا أشكرك جزيل الشكر السيد عدنان العديني نائب الدائرة الإعلامية في حزب التجمع اليمني للإصلاح. ونعود إلى سيد محمد، إذا كما قال هذا التحالف شكل ليس بالمضاد او بالمقابل لاي طرف اخر او قوى اخرى، وانما جاء كضروره ملحه للمرحله التي نمر بها حاليا. هل فعلا هذه الحركه لها اهداف معينه ستتحرك على الارض لاحياء الحياه السياسيه هناك؟ طبعا انا اتفق كليا مع الاستاذ عدنان العديني حول طبيعه هذا المكون، ولكن هذه التحالفات التي حدثت اليوم نتيجه طبيعيه لتفخيخ الحياه السياسيه الموجوده في الجنوب. الامارات العربيه المتحده ومحمد بن زايد يسعى وبشكل كبير جدا وبجهد جهيد الى تفخيخ الحياه السياسيه الموجوده في الجنوب. ولعلكم تدركون جيدا انه الامارات العربيه المتحده وضعت
قائمة بالمحافظات الجنوبية بشخصيات موجودة جنوبية وبمؤسسات موجودة جنوبية لا تتبع حتى التجمع الإصلاحي، لأن التجمع الإصلاحي يتعرض لإقصاء كبير جدا في المحافظة الجنوبية وإلى تهديم كامل، لكن لحزب الرشاد، لشخصيات موجودة في حزب الرشاد. لماذا؟ لأنه ربما حزب الرشاد ربما الحزب الديني الأقرب للجانب الوجود السياسي، ولذلك الإمارات تسعى إلى تفخيخ الحياة السياسية في الجنوب. بالمقابل هناك تنافس كبير بين الملشنة وبين الحياة السياسية، هناك تنافس كبير أنه الإمارات تسعى إلى تشكيل ميليشيات موجودة في المحافظة الجنوبية. هذه الميليشيات طبعا لا يمكن أن تضر فقط الدولة بشكل عام أو الدولة المركزية بشكل كامل، وإنما ستتضر على مستوى القطر، على مستوى المحافظة، على مستوى ستخلق صراع طبقي أو صراع وجودي بين المحافظات نفسها أو بين الإقليم نفسه. ولذلك ما نشاهده اليوم في عدن من سحل وقتل وتجريف، وأيضا ما نشاهد اليوم في حضرموت، وما نشاهد اليوم في شبوة أيضا، هو عملية خلق مساحة كبيرة وشاسعة للملشنة. وهذه الأحزاب هي ليست وليدة الصدفة، هو عبارة عن تشكيل فوق تشكيل فوق تشكيل سياسي. إنه الشرعية في اليمن والعقلاء الموجودين في اليمن، أنا في اعتقادي الشخصي أنه يرون أن الحياة السياسية الموجودة في الجنوب تتعرض لتدمير أو تتعرض لملشنة بشكل موسع، ولذلك يسعوا بقدر استطاعتهم أنهم يحافظوا على نوع استقرار نسبي للحياة السياسية الموجودة في الجنوب. لذلك نحن نتمنى لأي مكون سياسي كان، بين قوسين مكون سياسي، بين قوسين مكون سياسي، ونحن نشجع أنه نشجع الإخوة في المحافظة الجنوبية اللي شكلوا مجلس عسكري واللي شكلوا مجلس انتقالي أن يشكلوا يعني حزب سياسي في إطار الدولة الاتحادية، في إطار الجمهورية اليمنية، ويسعوا لما يسعوا من أهداف مهما كانت. طيب سيد محمد، يعني أنه لا تتحول الحياة إلى ملشنة وإلى ميليشيات. يعني أحد المعلقين اسمه ماهر كتب، قال الإمارات استولت على الجنوب بشكل عام وحولته إلى مزرعة للفتن الطائفية في الجنوب، والشرعية نائمة في الفنادق في الرياض. أي أن يعني ذكرت قبل أو في المحور الأول بأنه هناك قصور من الحكومة الشرعية، قصور من الحكومة الشرعية في الرئاسة اليمنية، أدت بدورها إلى يعني وصول الوضع في جنوب اليمن إلى ما وصلت عليه الآن. فهل ستتحرك الآن السعودية لتقوية الحكومة اليمنية لتستطيع مواجهة هذه الأخطار الموجودة الآن في عدن وفي غيرها من المحافظات؟ أنا أعتقد أنه المملكة العربية السعودية اليوم تشعر بالحرج الكبير، لدرجة أنه الإمارات العربية تفرض قواعد عسكرية موجودة في الجزر اليمنية، ثم تجاوزت المراحل يعني إلى مناطق ليست داخلة في مربع الصراق بالمرة أو بالمطلق، اتجهت إلى المهرة، إلى حدود عمان، ثم اتجهت إلى سقطرة. يعني هناك عملية تفخيخ للحياة السياسية. وأنا أقول أنه الشرعية في البداية، والجميع يتفق مع كلامي هذا، جاملت الإمارات العربية المتحدة بقرارات سيادية، هناك قرارات سيادية كان لا يفترض حتى التشاور فيها، تعود للدولة اليمنية كقرارات سيادية، ومع هذا جامل الرئيس عبد الرب المنصور هادي، جامل الإمارات بقرارات سيادية، ولذلك تمادوا أكثر ووصلوا إلى احتلال المدن، إلى فرض قواعد عسكرية، إلى منع رئيس الجمهورية من الهبوط في مطار عدن، إلى الاعتداء على أكبر الفرق العسكرية التابعة للحرس الجمهوري رئيس مهران قباطي، ثم تجاوزوا هذه المرحلة. الحرس الرئاسي تقصد؟ الحرس الرئاسي، نعم. مهران قباطي تم الاعتداء عليه في المطار، عندما عاد إلى مطار عدن تم الاعتداء عليه من قبل الضباط الإماراتيين. طيب سيد محمد، كيف تنظر لرسائل المسربة ليوسف العتيبة السفير الإماراتي في أمريكا مع السفير الأمريكي السابق في إسرائيل حول رغبة السعودية في إنهاء الحرب في اليمن؟ ما الذي يعرفه هذا السفير عن حاجة السعودية في اليمن؟ يعني أنا أقول أنه تم إرباك المملكة العربية السعودية في الأزمة القطرية، وهي كان في غنى عن هذه الأزمة، ثم الآن فتحوا ملفات أخرى تماما عن الملف الأصل، الملف الحقيقي غير الملف الفرعي. الملف الفرعي حولونا إلى المصالحة مع الميليشيات. شوف، أنا أتكلم هنا عن ميليشيات ولا أتكلم عن دولة. يعني انتقلت المملكة العربية السعودية للأسف الشديد بالتصالح مع الميليشيات الموجودة في العراق،
ونحن نعرف انه تم استقبال مجموعه من قاده العصابات والميليشيات التي تعتبرها من المملكه العربيه السعوديه، لكن هم وزراء في الحكومه العراقيه. لا لا لا، مع مقتدى الصدر لم يكن مقتدى الصدر، لكن وزير الداخليه ايضا العراقي. انا اقول لا، انا اتكلم عن مقتدى الصدر لم يكن وزيرا. هناك انبثاق كبير جدا، هناك فتح مجالات او ملفات المملكه العربيه السعوديه في غنى عنها، يفترض ان تحسم المعركه في اليمن. ثم قرت المملكه العربيه السعوديه للملف القطري، وايضا بالاضافه الى ترتيبات البيت الداخلي السعودي. هل تتوقع ان ياتي اليوم التي تستقبل فيها السعوديه مبعوثين من عبد الملك الحوثي في ظل تتكرر نفس السيناريو الذي يحدث حاليا مع العراق؟ في 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 القانون، في القانون، هناك قانون في العلاقات الدولية، لا يوجد هناك صديق مطلق ولا عدو مطلق. ربما انه تستضيف المملكه العربيه السعوديه خاصه من خلال الملفات اللي رايناها، او من خلال الحقبه البسيطه والزمنيه البسيطه التي مضت، راينا هناك يعني مبادرات سعوديه او تحركات سعوديه. سبحان الله، يعني انا استغربت انه المملكة العربية السعودية لديها تحركات غير التحركات الموجودة الحقيقية والرئيسية الموجودة في اليمن. يفترض أنها تحسم ملف اليمن، لا تنصرف إلى أي ملف آخر، لأن هناك موجود خطر حقيقي موجود في خسارة المملكة العربية السعودية، يجب أن تواجهه. لكن تستطيع أن تحسمه عن طريق إنهاء الحرب. لماذا لا تنهي الحرب؟ المملكة العربية السعودية اليوم تسعى إلى 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 إنهاء هذه الحرب بأي طريقة كانت. المهم أن تظهر المملكة العربية السعودية كطرف منتصر. طيب في مسألة إنهاء الحرب، ما هي وجهة نظر كلا الطرفين السعودية والإمارات؟ من يريد أن تستمر الحرب ومن يريد أن تنتهي؟ الإمارات العربية المتحدة معروف أنه لا تريد إنهاء الحرب في اليمن. هي تريد أن تفخخ الحياة السياسية الموجودة في اليمن إلى أبعد حد. اليوم الإمارات العربية المتحدة ترقب إلى البعد، إلى البعد السياسي، إنه ما هو الحزب السياسي مثلا الموجود في اليمن الذي ما يزال متماسكا؟ ما هو الكيان السياسي الموجود في اليمن ما يزال متماسكا؟ ما هي الجماعة التي ما تزال في اليمن متماسكة؟ ما هو الشيء الذي تستند عليه الشرعية في اليمن بشكل كبير جدا يجب تفخيخه؟ ولذلك تسعى الإمارات العربية المتحدة إنها تطول أمد الحرب. نحن رأينا أنه توقفت الانتصارات الموجودة في مأرب في صرواح، وتوقفت أيضا التقدم العسكري الموجود في نهر. لماذا توقف؟ هناك إعاز إماراتي بتوقف المعركة. يجب أن تتوقف في المحافظة الشمالية، وأن تبقى الاختلالات الموجودة والاختلالات السياسية الموجودة في المحافظة الجنوبية. ولعل آخر اختلال أنه ما صرح به محافظة البنك المركزي اليمني، أنه يتم منع الطائرة التي تحمل الأموال للبنك المركزي اليمني من أجل تسليم رواتب الجنود الذين يتبعون الشرعية، الجنود الذين يعولون على القائد الرئيسي للشرعية عبد الرب منصور هادي. يجب إحراج عبد الرب منصور. ما هي؟ طيب كيف تفسر أن هذا؟ ثم دعني أكمل. ثم هناك تحركات أخرى غير التحركات منع الطائرة من إنزال الأموال إلى البنك المركزي اليمني. هناك تحركات باتجاه شبوة من أجل السيطرة على حقول النفط والغاز، وإلى حضرموت من أجل السيطرة على حقول النفط والغاز. طبعا هناك ما تزال هناك مناطق في شبوة محتلة من قبل الحوثيين. لم تذهب النخبة الشبوانية من أجل أن تحرر بقية المناطق الموجودة في شبوة، ولم تذهب النخبة الحضرمية من أجل تحرير بعض المناطق من القاعدة، ولم تذهب هناك الجيش الذي بني في تحت إطار الميليشيات التي شكلت تحت إطار الإمارات أن تذهب أن تحرر بقية المحافظات في الضالع. لا، ذهبت أيضا للسيطرة على النفط والغاز، ثم منع الطائرات من إنزال المرتبات، ثم محاصرة بناء القواعد، ثم محاصرة الرئيس أو عدم السماح له. طيب في مسألة البنك المركزي سيد محمد، نحن أمام احتلال جديد، ربما إلى انتقال إلى مربع آخر، وستواجه الشرعية بكل قوة. يعني ولعلي أقتبس هنا ما قاله الرئيس هادي مرة عند لقائه مع محمد بن زايد، وهي كما كشفتها صحيفة العربية 21، قال له مخاطبا: أنتم تتعاملون، قال لمحمد بن زايد، أنتم تتعاملون مع اليمن كقوة احتلال، وربما هذا ما يفسر الخلافات والشد والجذب الموجود حاليا. لكن في مسألة البنك المركزي التي ذكرتها قبل قليل، يعني المحافظة تحدث أنها أكثر من 13 مرة 14 مرة، وطيران التحالف يمنع يعني إعطاء تصاريح لهبوط هذه الطائرات المحملة بالمال. يقول البعض بأن هذه المحاولات بدأت منذ إقالة الزبيدي. نعم. إذن من يقف وراء عدم وصول هذه الأموال؟ من يقف وراء عدم وصول هذه الأموال هو الذي يحاصر الشرعية، هو الذي يحتل المدن التي خارج مربع الصراع، هو الذي يبني قواعد عسكرية الموجودة، هو الذي اليوم يحتل مناطق تنقيب النفط والغاز الطبيعي. من يقف وراء هذه الحصار
على البنك المركزي هو من يشكل الميليشيات خارج إطار الدولة والشرعية. الإمارات العربية المتحدة نحن نقول أنه الشعب اليمني أوعى من أن يكون مجرد رقم، والشعب اليمني يعرف جيدا من هي الإمارات العربية المتحدة. أنتم قدمتم لليمن في بداية عاصفة الحزم ما قدمتموه ومشكورين، لكنكم اليوم ترتكبون حماقة لا تحسبون حسابها. لن يقبل الشعب اليمني بدولة كمحافظة المهرة، مساحتها محافظة المهرة، أن تحتل الجمهورية اليمنية بعمقها التاريخي وكبرها التاريخي والحضاري. ونحن نقول أن الإمارات العربية المتحدة هي من تزعزع الحياة السياسية الموجودة في المحافظة الجنوبية والمحافظات التي تم تحريرها من قبل القوات الشرعية والمملكة العربية السعودية، وهناك تساهل أيضا من قبل قيادة المملكة العربية السعودية إزاء هذا الملف. وإلا كان يفترض المملكة العربية السعودية أن تضع حلا لو كانت الإمارات العربية المتحدة منعت الطائرة من النزول مرة مرتين، نقول ربما هناك تجاوز، لكن أيضا المملكة العربية السعودية تغض الطرف عن ذلك. ولذلك نحن نقول إنه المملكة العربية السعودية دفعت مكرمات لأسر الشهداء. نحن نقول لهم دعوا الطائرات التي تنزل إلى يعني الأموال المحملة بالأموال تنزل إلى البنك المركزي اليمني بدلا أن تعطونا مكرمات. طيب دعوا الطائرات، يعني هذا الكلام دعني أكمل. دعوا الطائرات، دعوا البنك المركزي اليمني يقوم طيب بدوره بدل أن تعطونا لقيمات ما يسمى بالإغاثة. هذا الحديث وهذا التعليق وهذا الكلام ذكر عدة مرات سابقا، وربما بعد حوالي عدة أشهر من تدخل عاصفة الحزم عن دور الإمارات وعن الخطر الذي ربما تشكله، وكان البعض يقول بأنها لن تستطيع الإمارات تجاوز السعودية، السعودية كبيرة، السعودية هي من تقود التحالف، والإمارات في الأخير لن تشكل رقما تجاه السعودية. لكنك الآن تتحدث بأن الإمارات سيطرت على المحافظات الجنوبية، تدير المعركة في اليمن، بمعنى أنها امتلكت كافة الخطوط في اليمن، فأين السعودية إذن؟ لم تمتلك كافة الخطوط. دعني أقول لك شيئا، نقطة مهمة في غاية الأهمية. اليوم عندما انطلقت عاصفة الحزم انطلقت في أكثر من 12 دولة. اليوم من تبقى في الملف الموجود في اليمن هي دولتين رئيسيتين، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. هناك دولة كانت فاعلة نوعا ما، يعني هناك محاولة لعملية أن تنحصر العملية في اليمن بين المملكة العربية السعودية والإمارات فقط. لذلك افتعلوا أزمة قطر، فسحبت قطر من التحالف العربي أو تم إعفائها من التحالف العربي حتى تظل بعيدة عن المملكة العربية السعودية. هناك محاصرة شديدة، واليوم المجلات أو المواقع الإماراتية تحاول إثارة ما يسمى بالقوات السودانية المتواجدة في القواعد في قاعدة العناد والمحافظات الجنوبية. نعم. من أجل أن ترفع السودان قواتها من اليمن حتى تظل المملكة العربية السعودية وحيدة، لأن تدرك الإمارات العربية المتحدة أن الإمارات المملكة العربية السعودية لا يمكن أن تبقى منفردة بالملف اليمني وحيدة. هناك ضغط دولي كبير، كان المملكة العربية السعودية دولة كبيرة وذات نفوذ عالمي، وكل الأنظار الدولية تتجه للمملكة العربية السعودية وليس الإمارات، لأن الإمارات هي عبارة عن شرطي موجود في المنطقة. ولذلك تحاول الإمارات العربية المتحدة أن تبقى المملكة العربية السعودية وحيدة جدا فقط بمساندة الإمارات، لأنه لا يمكن أن تسمح للمملكة العربية السعودية أن تتخلى عن الإمارات، وإلا ما الداعي لأن تشغلها أو تستغني عن قطر ثم السودان. تصبح اليوم المملكة العربية السعودية لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تسمح حتى للشرعية أن تقول أنه نحن نستغني عن الإمارات، لا يمكن أن تدير الملف لوحدها. هناك خوف دولي، ليس خوف أنا أقول عسكري، وإنما خوف دولي. ولذلك بمضض تقبل الإمارات بكل وقاحتها وأفعالها في طيب كيف تنظر إلى التحركات الأخيرة للحكومة الشرعية؟ هذا الصوت الذي بدأ يعلو من الحكومة الشرعية، أنا أعتقد لاحظنا محافظ عدن الفترة الأخيرة لكنه عاد مجددا إلى الرياض. هل سيتم محاربة أي صوت يرتفع صوته ضد تصرفات التحالف، أو يريد أن يعمل فعلا تنمية للمحافظات الجنوبية؟ أنا طبعا قرأت يعني البعض يقول أنه تم استدعاء محافظ عدن بسبب أنه يتم ترشيده لأنه تجاوز الخطوط وتحدث عن الإمارات. لو كان هذا الكلام صحيحا لما أصدر البنك المركزي اليوم بيانا، ولو كان هذا الكلام صحيحا لما شكلت الأحزاب السياسية في الرياض ووقعت عهد وميثاق أنها تقف مع الشرعية متمثلة بالرئيس عبد الرب منصور هادي. هناك معلومات بأن الإمارات تطالب بإقالة هذا المحافظ. هناك الإمارات لا تبحث عن صوت العقل في المحافظة الجنوبية على وجه التحديد، لا تبحث عن صوت العقل، حاولت تفخخ الحياة الموجودة في تعز
وتعرفون الكل يدرك أنه ما يحدث في تعز أيضا، وما هي الأجنحة التي تتبع الإمارات العربية المتحدة، وأيضا تحاول أن تفخخ الحياة في ماري ولكن لم تستطع أيضا. فهي تحاول أن تفخخ الحياة السياسية، أي منطق سياسي أو تعقل سياسي موجود في الجنوب أو وعي موجود تحاول أن تفخخه. هي تحتاج إلى ميليشيات، تحتاج إلى طائشين، تحتاج إلى أتباع، وتحتاج إلى ريموت كنترول. طيب سيد محمد، يعني من خلال حديثك والرأي العام الذي بدأ يتمحور حول دور الإمارات في اليمن، يبدو الآن بأن الناس يركزون على دور الإمارات وشيطنة دورها في اليمن وهي التي جاءت محررة لليمن، ونسوا الدور الذي يقوم به علي عبد الله صالح والحوثيين من انقلاب على السلطة، بحيث أصبح عدوا ثانويا وأصبحت الإمارات هي العدو الأوحد الذي يحارب حتى اليمنيون. لا تنسوا أيضا بأن جاءت لمساعدة اليمن في النهاية. سيبقى علي عبد الله صالح العدو الرئيسي بلا منازع. سيبقى علي عبد الله صالح سبب هذا البلاء وسبب هذا الدمار الذي فيه هو علي عبد الله صالح، ولا نتجاهل علي عبد الله صالح ولا ننسى علي عبد الله صالح. نحن وكل قوى الثورة وكل القوى السياسية المنطوية تحت إطار الشرعية والجيش الوطني وكل الذين يرفضون هذا الاقتتال، نقول أنه هو رأس العقل أو الرأس الذي فخخ اليمن وسلمها للميليشيات، ولن ينسى اليمنيون أبدا دوره في تفتيت الحياة الموجودة في اليمن بلا شك وبلا منازع. لكننا نحن أمام يعني جدار وهمي أوهم يوهم المجتمع الدولي ويوهم القوى الوطنية وبعض أضعاف النفوس في اليمن أنه نحن أتينا لاستعادة الشرعية وانتزاع الشرعية. فعلا أنه الأهداف الرئيسية هو استعادة الشرعية إلى مرحلة معينة، كان في تقدم مستمر، كان يفترض ألا يتجاوز 6 أشهر، ثم هناك أهداف خفية، تشكيل مجلس سياسي في المحافظة الجنوبية، ثم تشكيل ميليشيات الموت أو الفرق الموت التي بلغ عددها 13 فرق موت في محافظة عدن والمحافظة الجنوبية. نشاهد هذه الأيام أيضا حملت اغتيالات واسعة. نعم، ثم السجون السرية أشبه ما تكون بسجون غونتانامو وأبو غريب في العراق، ثم بناء قواعد عسكرية، ثم تجاوز الحد الموجود في اليمن. يا رجل، المهرة تعيش في سلام منذ أبد التاريخ، لم يذكر في التاريخ كله اليمني أن المهرة حدث فيها خلافات سياسية، حتى في 86 حتى في 72 لم يحدث أي خلافة في المهرة. المهرة تعيش في سلام يعني على الحدود العمانية وتعيش في أمان ولا يوجد أي شيء. ذهبوا لتفخيخ الحياة الموجودة في المهرة حتى على مستوى سقطرة. سقطرة لديهم لهجة خاصة ولديهم لغة خاصة فيهم، ويعيشون في مرحلة استقرارية تامة ولا يدركون ما الذي يحدث، ولا ما هو الخلاف السياسي الموجود، ولا الخلاف العسكري، ولا الحرب، وعايشين في ذهبوا لتفخيخ الحياة هناك. أنا أتكلم تفخيخ الحياة بمجملها، الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية حتى. يعني هم الإماراتين جاءوا في النهاية لعمل مشاريع داخل سقطرة، هم يقولون ذلك. نعم، لا مشاريع، ولا إذا كانوا فعلا حقيقيين يريدون أن ينتجوا مشاريع فلينتجوا مشاريع في شبوة عدن وفي أبين. نقول أبين تعاني من موت، أعادوا ترميم الكثير من المدارس، لا تقول بنوا مستشفيات، إعادة عملية رنج موجود في بعض المدارس. أنا أقول الهلال الأحمر الإماراتي هو عملية استباقية أو مخابراتية استباقية. وماذا عن المشاريع ومحطة الكهرباء الذي افتتحها في المخا؟ نحن نتكلم عن محطة الكهرباء الجاهزة موجودة في المخا. هناك محطة كهربائية موجودة في المخا. الهلال الأحمر الإماراتي يقوم بدورة تلميع في البداية، ثم تأتي بعدها الأجنده. هذه سياسة معروفة لدى الشعب اليمني، وأنا أقول إنه الشعب اليمني يعرف هذه السياسة جيدا. ونحن ندرك أنه عندما تأتي الإمارات إلى منطقة معينة وتبدأ برم يعني عمل بوية خاصة بالمدارس وزفلتة شوارع أو تنظيف مكان معين، ندرك أن هناك عملية قادمة إلى هذه المحافظات. وذلك ماذا فعلت في المخا؟ هناك اليوم تشكيلات موجودة في المخا تنادي بأنه المخا هذه يجب أن تكون مدينة لوحدها مفصولة عن محافظة تعز، ويجب طيب. أن تكون تابعة للجنوب. أيضا عندما دخلوا إلى 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 المهرة أتوا من جديد بعقلية جديدة، نحن لا نتبع حضرموت ولا نحن كيان منفصل وإلى آخره. حتى على مستوى الآن هناك تشكيلات سيعلن عليها قريبة في الحديدة. نعم، هناك تشكيلات في الحديدة يعني كيان تنشئ الإمارات طيب. في الحديدة يقولون أنه لماذا يجب أن تكون الحديدة مستقلة، ولماذا يأتوا أبناء تعز إلى الحديدة، ويجب أن يذهب أبناء ولم تحرر بعد. أنا أقول أنه هناك أيديولوجية خاصة ومشاريع خاصة في الإمارات، ويجب على الشرعية أولا أن أن تكون منتبهة لهذا الشيء وأن تتحرك في إطار سريع في إطار دولي. يعني نحن بطبيعة الحال سنتابع تطورات الأحداث، خاصة ما ستحدث في الأيام المقبلة القادمة، خاصة مع التغيرات المتسارعة التي تحصل هذه الأيام.
فيما يتعلق باختلاف الأجندات السعودية والإماراتية وأيضا دور الحكومة بين أجندة هؤلاء أو هاتين القوتين الإقليميتين. في نهاية الحلقة أشكرك جزيل الشكر سيد محمد الفقيه المدير التنفيذي للمؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية. مشاهدي الكرام أشكركم أنتم أيضا على طيب المتابعة، ألتقيكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من عين على اليمن. إلى ذلك الحين إلى اللقاء.